أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. على ذلك الحال والعمر وكثرة الأولاد والبنين تأتي نار تأكل الأخضر واليابس، فأعمالك الصالحة لابد أن تحافظ عليها حتى لا تذهب. ويقال يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإخلاص الإخلاص، وحياطة الأعمال الصالحة بالمتاب والاستغفار. أولياء الله يقدمون العمل الصالح وهم يخشون أن يرد، ونحن أهل التقصير نقدم العمل الصالح كأنما نمن به. فالله تعالى يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إن المؤمن عليه أن يزداد من العمل الصالح، فهو ماؤه في الجنة وطعامه فيها، قبل أن يقول وينادي أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ما قال الذين أشركوا، وإنما قال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. يا الله، نعم، إن هذا الأمر أيها الإخوة يحتاج إلى تكاتف أيدي المؤمنين، فإن المؤمن مع تكاتف وتكاثف سجاف ظلمات الفتن في زماننا هذا من الصعب أن يشق الطريق وحده. وكم تلاحظ في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث المؤمنين على التلاحم والتكاتف والتواصي بالصبر والتواصي بالحق. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. فلذلك عليك بلزوم الجماعة، وأن تشد أزر إخوانك، وإذا رأيت خللاً أو منكراً فإياك والسكوت، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. وضرب لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا.
ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، ما أبلغه من تصوير وما أعظمه من مشهد لقوم على أمواج البحر تتلاطمهم، فإن خرق بعضهم تلك السفينة فما هي النهاية؟ الغرق. لكنهم إن أخذ بعضهم بأيدي بعض وصلوا بسفينتهم بر الأمان. إن الحال الذي نحيا فيه والحياة التي تمر علينا أيامها فتفد علينا كل يوم بجديد تأخذ منا الدهشة، كيف تتقاذف الأمواج أمواج الفتن ببعض فلذات أكبادنا، ها هنا وها هنا عن الصراط المستقيم.